رجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل في هذه الفقرة اللي راح نتكلم عليها في موضوع جدا مهم انتشر في الآونة الأخيرة. أكيد طبعا حديثنا اليوم يمتد للكثير من الآثار التي تتركها الجلطات بعد زوالها. طبعا كثير من الجلطات ممكن تترك آثار اللي هي زي عدم الحركة أو فقد النطق، أو حتى أحيانا يوصل الموضوع إلى يعني أنه يسبب شلل. طبعا عفانا الله وإياكم فعلا يا أسرار. وكمان اليوم اللي حرك هذا الموضوع واللي خلانا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع أنه في مقاطع متداولة في الفترة الأخيرة عن ناس يبحثون عن العلاج أنه يرجعوا يمارسوا كل أنشطتهم اللي كانوا معتادين عليها ويدوروا على هذا العلاج بالكي. فطبعا هنا لينا وقفة نريد أن نفهم إحنا أنه هل هذا الموضوع حقيقي هو علاج لهذه الأشياء اللي صارت، أو هذه الـ نقدر نقول الأشياء اللي حصلت بعد المقاطع او الاشياء اللي حصلت للاشخاص بعد هذه الجلطات او لا. طبعا هذا راح نتكلم فيه اكثر اليوم مع رئيس الجمعيه السعوديه للسكته الدماغيه دكتور محمد المخلافي. اهلا فيك دكتور. اهلا بك. بدايه دكتور، طبعا احنا شفنا انه في ناس عندهم حالات بعد الجلطات، بس احنا ما احنا عارفين ان في اشخاص يقول لك طب الجلطات هذه ايش هي بالضبط؟ ايش اللي يصير في الواحد عشان يوصل لهذه المرحله؟ طيب، فإحنا في البداية أنا أشكركم في البداية على الاستضافة. السكتة الدماغية هي خلل يصيب جزء معين من الدماغ. السكتة الدماغية تنقسم إلى نوعين، نوع منها اللي هي ما يسمى بالجلطة الدماغية، وهي النوع الشائع الذي ينقطع فيه سيران الدم للمخ. النوع الأقل شيوعا لو يحصل فيه تمزق في أحد شرايين المخ يسبب نزيف في أغشية المخ أو أنسجة المخ نفسها. المحصلة النهائية للسكتة الدماغية هي فقدان وظيفة ذلك الجزء من الدماغ. والوظيفة تعتمد على المركز، إن كان مركز الحركة عادة يؤدي إلى الشلل الكامل كما تفضلتي، إذا كان مراكز اللغة قد يؤدي إلى تعطل القدرة على الكلام أو الفهم الكلام، قد يؤدي إلى تغير في الحركة في التوازن ما إلى ذلك. فهذه كلها هي محصلات السكتة الدماغية والآثار المترتبة عليها. الجلطة الدماغية اللي هي انسداد جزء من الشرايين أو أحد شرايين الدماغ، بالإمكان بإذن الله تعالى علاجها إذا ما تم تشخيصها في وقت سريع، إحضار المريض للمستشفى واستخدام العلاجات المتاحة أو لعلاج أو بإذن الله تعالى إزالة هذا الانسداد أو الجلطة بالكامل. فبعد ذلك بعد العلاج ما يتم بإذن الله تعالى تبدأ المرحلة اللي هي نوعا ما قد تكون أطول، وهي مرحلة التعافي بإذن الله تعالى من آثار السكتة الدماغية. طيب بس طبيا آثار السكتة القلبية، طبعا آثار السكتة أو الجلطات أو أيا كانت، كيف يتم علاجها أو أنها تروح تماما بعد زوال الجلطات؟ طيب، يعني في البداية احنا يمكن ناخذ خطوة قبلها ونقول انه الوقاية خير من العلاج. يعني بإذن الله تعالى إذا المريض أو الشخص المصاب مثلا بارتفاع بأحد عوامل الخطورة مثل ارتفاع الضغط، السكر، ارتفاع الكوليسترول أو التدخين، زيادة الوزن، هذه الأشياء إذا بإذن الله تعالى بدأ الشخص المصاب بأحد هذه العوامل أو جميعها بالحمية بالعلاجها، بإذن الله تعالى هذه هي أفضل وسيلة لمنع السكتة الدماغية وبالتالي منع مضاعفها. حال وقت حدوث السكتة الدماغية كما أسلفت، يعني في حال قدوم المريض إلى المستشفى في أول تقريبا 6 ساعات بالإمكان استخدام أدوية مذيبة للجلطات أو استخدام القسطرة الدماغية بحيث يتم بإذن الله تعالى سحب الانسداد بالكامل من الشريان واستعادة سريان الدم بشكل طبيعي للدماغ. لكن بطبيعة الحال مو جميع المرضى راح يوصلوا المستشفى في هذه الحالة في الوقت المبكر، بعضهم قد يكون عندهم نزيف هذه تقريبا تمثل 20%. وفي هذه الحالة يأتي دور الفريق الطبي بعلاج بإذن الله تعالى المضاعفات المترتبة عليها وإعادة تأهيل المريض للحياة الطبيعية. يعني نقدر طبيا أنه إحنا نتحكم في الآثار بحيث أن هي ما ترجع مرة ثانية أو ما يصير في آثار بعد الجلطات، طبيا نقدر نسوي هذا الشيء بإذن الله تعالى. هناك علاجات موجودة كما أسلفت، في زي ما قلت لك أحيانا المريض لسبب أو لآخر لا يتم التعرف على أعراض الجلطة ويوصل بعد فترة معينة بحيث يكون هناك جزء من الدماغ قد تضرر. إلى الآن ما نعرفه من العلم الحديث أن الجزء في الدماغ الذي يتضرر بالسكتة الدماغية نفس هذا الجزء ليس هناك طريقة
طريقة علمية لاستعادة وظيفته، لكن ما يحصل مع العلاج الطبيعي والتحكم في الضغط والسكر وما إلى ذلك أن الأجزاء الطبيعية المحيطة بالجزء المتضرر تبدأ تأخذ وظيفة الجزء المتضرر، وبإذن الله تعالى نلاحظ تحسن في وظيفة هذا الجزء. بس بنشوف ناس كثير دكتور بيكون عندهم هذه الحالات أو الأشياء اللي بعد الجلطات بتصير فيهم من جد ما يقدر يتكلم أو ما يقدر يبلعه أو أشياء معينة ما يقدر يسووها، وخلاص بعد الجلطات ما هم عارفين أنه في علاجات. في الفترة الأخيرة أتوقع وصلك طبعا الفيديوهات اللي وصلت للكثير من الناس وتم انتشارها والمقاطع المتداولة إنه أشخاص كثير جاتهم هذه الحالات بعد الجلطات وصاروا يدوروا على العلاج بالكي، فأنتم موقفكم الطبي كيف، يعني كيف شايفين هذا الموضوع أو إيش رأيكم من ناحية علمية؟ طيب في البداية الجمعية السعودية للسكتة الدماغية كانت قبل الانتشار الفيديوهات اللي الآن منتشرة والمقاطع أصدرت بيان لكثرة التساؤلات التي ترد لها حول نجاعة مثلا العلاج بالكي وغيره من الممارسات الصحية التي يعني لم تطبق فيها الدراسات العلمية الحديثة اللي عادة يعتد بها. طبعا الجمعية بيانها كان واضح وصريح بحيث أنه لا يوجد أي دراسات أثبتت فعالية هذه الممارسات الصحية أو عفوا هذه الممارسات الشعبية، ولم تثبت ما هي أثارها، ما هي طريقة عملها، هل هي بالفعل ناجحة أو لا. يعني بين فترة وأخرى يتم تداول فيديو لشخص مثلا كان غير قادر على الحركة أو شخص غير قادر على الكلام ثم يقال أنه الشخص نعم كان غير قادر وبعد كده أصبح. لكن بغض النظر يعني أنا ما أخبي عليك أنه هذه الفيديوهات تظهر إلى السطح بين فترة وأخرى ويعني أحيانا تثير زوبعة معاها مع من الآراء، يعني ما أنا شخصيا يعني هي الظاهرة المقلقة هي نوعا ما اهتزاز الثقة في الوسط الطبي. صح. يعني بحيث أنه هذه مثلا الظواهر لا تدل مثلا على شيء، ولكن يتم تفسيرها أن فشل الوسط الطبي ونجاح مثلا العلاج الشعبي. صحيح. بغض النظر ما هي العلاج الشعبي عن هذا، يعني أنا لأنه هذا العلاج يعني بيعطي نتائج أسرع من الطبي، يعني هذا هو اللي أتوقع الهدف من هذه الأشياء. صحيح، يعني هذا هو وهذا قد يكون يعني غير صحيح. يعني هي هذه رسالة أو زاوية واحدة فقط من موضوع كبير ومتشعب، موضوع السكتة الدماغية وآثارها. في المملكة العربية السعودية احنا بنشاهد حالات كثيرة من السكتة الدماغية، يعني متوسط الحالات بالآلاف التي تشاهد مثلا في مدن كبيرة مثل جدة والرياض وما إلى ذلك. بحيث أنه القول بأنه والله مثلا العلاج بالكي على سبيل المثال بإمكانه إزالة جميع أعراض السكتة الدماغية ويرجع المريض أنه يمشي ويتكلم، يعني أنا أعتقد في شيء من الاستخفاف بعقل المتلقي. أكيد. صحيح. يعني إحنا بنشاهد حالات محدودة، لكن زي ما قلت لك الحالات بالآلاف اللي موجودة. صحيح. وفي الفترة الأخيرة وأنا أشكر الناس اللي بيعطوا الزاوية الأخرى، اللي بيقولوا إحنا والله استخدمنا العلاج المعين هذا والعلاج وما استفاد منه الشخص. يعني مو أي حالة يمشي عليها. أكيد. يعني لكن الموضوع كمان دكتور إحنا نحتاج نعرف إنه إيش الخلفية العلمية اللي يستندون عليها هذول الأشخاص اللي بيعالجون بالكي. بس إيش رأيك ناخد فاصل بسيط ونرجع ونكمل فقرتنا ونعرف من الدكتور تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، فتابعونا بعد الفاصل. ومستمرين من بعد الفاصل وبنتكلم عن موضوع اللي هو إيش رأي الأطباء في العلاجات الشعبية من بعد الجلطات، فأكيد هذا طبعا الموضوع اللي حنتكلم فيه مع دكتور محمد المخلافي أكيد، ونكمل محادثتنا اللي كنا نتكلم فيها. صحيح. طبعا دكتور أنا قبل الفاصل كنت حابة أعرف منك يعني هل هذول الأشخاص عندهم خلفية علمية يستندون عليها في طريقة هذا العلاج؟ أكيد عندهم، أو يعني أكيد عندهم مبرر أنه هذا العلاج بيجيب نتيجة، إيش ممكن يكون هذا المبرر؟ طيب أنا في البداية يعني على حد علمي لا توجد أي دراسات أجريت على بالنسبة للعلاج بالكي أو استخدام الكي بالنار لعلاج السكتة الدماغية. فالقاعدة العلمية أو المبرر العلمي أو المسوق العلمي أنا لا أعتقد أنه موجود. يعني المنهج العلمي في إثبات فعالية دواء معين تمر بعدة مراحل. الدواء اللي أنا أقدمه لمريضي في العيادة أنا مستعد أقول له
الجرعة اللي استخدم فيها، المضاعفات، الآثار الجانبية، فوائده، إذا ما نجح هذا الدواء إيش الدواء الثاني اللي ممكن استخدمه منه، لأنه الدواء مر وتم تجربته على عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الأشخاص وأثبت فعاليته، وعندنا بإذن الله تعالى القدرة إن نعرف الآثار حقته والآثار الجانبية. بس إذا ما لهم ما يعني ذلك خلفية علمية أو ما نعم في نتيجة من هذا الموضوع، طب ليش شفنا في الفيديوهات إقبال عدد كبير جدا من المرضى على هذا العلاج؟ أكيد في شيء معين بيقنعهم فيه هذا المعالج أو في سر وراء الموضوع يعني. والله مو شرط هو انه وجود سر ما، لكن احيانا عدم وجود خيار اخر، قد يكون انه الانسان يأس مثلا من الادوية، قد يكون انه ما كانت الاستجابة بالطريقة اللي كان يطمح لها، او انه لم يتم يعني التشخيص بالشكل مثلا لم يتم اخذ العلاج بالشكل المناسب، مثلا ما كان العلاج الطبيعي الوظيفي بالشكل المناسب او العلاج التأهيلي بالشكل المناسب، او انه الشخص يعني لم يعتقد انه العلاج بالادويه هي الطريقه المثلى، لانه مثلا سمع من احد شخص ما انه كوي وتم شفاؤه بالكامل. صح. فهذه الاشياء يعني انا ما اقدر اعرف ايش كانت دوافع الاشخاص او المسوغات للعلاج، لكن انا هذه الاشياء اللي في بالي بتحصل. بس دكتور كيف كيف يعني نقدر نقول تفسر اللي صار؟ اشخاص كثير كانوا بيشوفوا اشخاص متصورين بيقولوا لك قبل وبعد، انه اول ما كان يقدر يتحرك الحين صار قادر يتحرك، فاحنا كيف نقدر نفسر اللي حدث معهم؟ في اسباب كثيره لعدم الحركه غير السكته الدماغيه، احيانا قد تكون عوامل نفسيه، احيانا قد تكون التهابات اعصاب، امراض عضليه، واحيانا السكته الدماغيه. يعني انا اعيد واقول احنا ما نعرفه من الدراسات العلميه ان السكته الدماغيه بعد حدوثها زي ما قلت لك الجزء المحيط الطبيعي ياخذ الوظيفه، وهذا يمتد الى حتى عام من وقت حدوث السكته الدماغيه. في كل يوم المريض قد يلاحظ باذن الله تعالى تحسن عن اليوم اللي قبله في الوظيفه، في الحركه، في الكلام، ما الى صح ذلك. صح. والتسارع يكون اكبر في حال وجود علاج طبيعي مؤهل لذلك. فاحيانا المريض باذن الله تعالى حيتحسن مع الوقت، لكن صادف مثلا انه راح لمعالج شعبي واستخدم علاج ما او كوى ولاحظ بعضها انه والله صح انا فعلا بتحسن. بس نصيحتك انه هو يعني نكمل الادويه؟ طيب هذه من الاشياء المهمه، مهما كان العلاج اللي بيستخدمه الانسان انه لا اتوقع يهمل العلاج. انا من الافضل دكتور اللي هو التوجه للمختص في هذا الموضوع. نعم. واكيد هو اعلم بهذا الشيء اكثر من الناس اللي بيعالجون بالطب الشعبي. طبعا للاسف وقتنا انتهى. طيب. اكيد ان شاء الله لنا فقرات اخرى نتحاور فيها في نفس الموضوع. دكتور محمد المخلافي نورتنا اليوم في برنامج سيرتي، واكيد نشكر حضورك معنا. شكرا جزيلا لك. طبعا متابعينا فقرة سيرتي إلى هنا تكون انتهينا، وكانت هذه آخر فقرة في حلقتنا اليوم. كنا معكم اليوم إن شاء الله دوم في برنامج سيرتي، دمتم بخير.